جنود عليهم فخر بسماها نيشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد للوطن الله حباها ربة أجيال الفخر عز الطلب وجنود عليهم فخر بسماها نيشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد للوطن الله حباها ربة أجيال الفخر عز الطلب إلا دار زايد لا تقرب حماها لا 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 تقرب منازلها إلا محب إلا دار زايد لا تقرب حماها الله. مشاهدينا، إماراتية الهوى تبدع وتتألق وتتميز لتكون نموذجا يحتذى به عالميا وعربيا. اليوم سنتحدث مع لؤلؤة من لآلئ الإمارات، المرأة الإماراتية التي أصبحت تشع حول العالم في مختلف المجالات. إشعاع المرأة العربية والإماراتية تحديدا لم يكن سهلا، بل بالتحدي الكبير لها لتصبح سيدة أعمال ورائدة فضاء وأعلام وكذلك محامية. اليوم سنتحدث تحديدا عن قصة نجاح خطة بأحرف من ذهب في مدينة العين، المحامية مريم عبيد البلوشي. بعد العزم بدو حضر كانوا على غصن وسن ناس يشتبه الظهر والطيب يكسون الطيب. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسن ناس يشتبه الظهر والطيب يجزونه بطيب. مقومات النجاح هو إصرارك وتحديك أول شيء لنفسك، نعم. بعدين إصرارك على تحدي العالم وهو مثل ما نقول عالم المحاماة، لأنه يعتبر منافسة قوية بين زملائنا الله يحفظهم ويوفقهم. إصرارك على الشيء أنك أنت تبين توصلي له هو النجاح. في العصب أصبح له مقر ويضخ من حاب جانبي. على الرويس وفي البحر والسفن من فوق الضبيب وجيوشنا. حياكم الله مشاهدينا، نجاحات عيال وبنات زايد متواصلة، واليوم نحن متواجدون أيضا في مدينة العين ولازلنا في استقطاب قصص النجاح وكذلك أهم الشخصيات المتميزة في مجالها. إشعاع المرأة الإماراتية على الصعيد الدولي يعود إلى التحدي الكبير لها كأم، كسيدة، كرائدة فضاء، كإعلامية وكذلك محامية. اليوم محور حلقتنا الاستشارات القانونية والمحاماة مع المحامية مريم عبيد البلوشي. أهلا بك أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية رحب بقناة سمى العين برنامج لآلئ الاتحاد، مرحبا فيكم في مكتبنا ونشكركم على استضافتنا في برنامجكم المميز، وكل كلمات الشكر والثناء تصمت خجلا أمام ما تقدمونه من جهود متميز وعمل لأجل المصلحة العامة، فشكرا جزيلا ولكم كل كلمات الحب والوفاء لكم، وأتمنى لكم الاستمرار الدائم وتحقيق جميع الأهداف والوصول إلى أعلى المراتب.
شكرا أستاذة. بداية لو تعرفين بنفسك أكثر وكذلك أهم الخبرات داخل الدولة وكذلك أهم الشهادات التي تحصلت عليها. بداية أعرف عن نفسي، معكم زميلتكم وأختكم المحامية مريم عبيد البلوشي، محامي عام. بداية دراستي الجامعية، طبعا راح نتكلم في الدراسة الجامعية كالمعتاد، هي متعارف عليها 12 سنة طبعا مرة على الجميع. بالنسبة للمراحل الجامعية، بداية المرحلة كنت في هندسة الديكور. دخلت هندسة الديكور، طبعا كان طموحي أني أكون مهندسة وكان طموح كبير بصراحة، فدرست هندسة الديكور في كلية البنات العليا في مدينة العين، ومن وفقنا الله سبحانه وتعالى وخذيت فيها الدبلوم. طبعا بعدها ما كان فيه متاح عندنا مجال الدبلوم العالي في هندسة الديكور، فكان متوفر فقط في أبوظبي ودبي. فبداياتي كانت بعد التخريج، كان الشيء جدا صعب، انه متخرجة في سن صغير وصعب على العائلة اني انا اطلع شوي منهم او ابتعد عنهم اني اكمل في مدينة في امارة دبي. صار انه في شوي اشكالية صعبة يعني علي وعلى العائلة كالتفكير اللي كان سايد قبل. اكيد. أما بعدها بفترة طبعا بعد التخريج، يعني كانت عندي خيارات ثانية. الخيارات كانت من ضمنها تخصصات ثانية، لكن التخصص اللي اخترته بعد هندسة الديكور طبعا القانون. القانون طبعا كان فيه تشجيع من العائلة، وكان التشجيع الكبير موجود طبعا عند شخص معين كان عندي في العائلة، كان أبو سيف طبعا حسبة الأخ الكبير والوالد، بعد الوالدين الله يرحمهم، كان الداعم الكبير لي والمشجع الكبير لي في كلية القانون. كانت له نظرة بعيدة مستقبلية، فكان دائما هو يشخص بيننا نحن عياله وبناته في هالشيء، فطرح عليه فكرة القانون، قال لي جربي القانون، من خلال انك انت بتجربين القانون راح تعجبين في التخصص اكثر، راح تتعلقين فيه اكثر لان شخصيتك مناسبه لهذا التخصص. وبعدها سمعت بالنصيحه طبعا ودخلت جامعه العين للعلوم والتكنولوجيا، جامعه حلوه وجميله وقويه جدا بصراحه، مرينه مثل ما نقول مرينه، لان نحن كطلبه كنا على ايامنا ونحن على سن صغير ما كنا نحب القوانين الشادة في الجامعة، ففضلت أني أنا أدخل جامعة العين. من خلالها طبعا السنوات الجامعية كانت 4 سنوات، بالنسبة لي أنا خلصت القانون 3 سنوات كنت ماخذه مكثف. بعدها تخرجت من كلية القانون، بفترة بعدها قررت أني أقدم على دورة المحامين، فكانت دورة متاحة. كانت صراحة صعب أن نحن ندخل دورة المحامين أيامها، لأن كان عدد كبير جدا من 7 إمارات. والله وفقنا لله الحمد وطلع اسمي في السجل ودخلت في دورة المحامين. طبعا كانت في اختبارات ثانية هناك، بعد ما أنجزت الاختبار في دورة المحامين دخلنا على المعهد القضائي. المعهد القضائي طبعا هي دراسة مكثفة عن القانون وعن المحاماة، والحمد لله رب العالمين كانت فترة جميلة جدا، يعني كانت فترة دراسية حلوة وكانت مغامرات في نفس الوقت، انك انت عندك روح التحدي انك راح تثبت نفسك في هذا المجال. خلصت من المعهد القضائي، نزلنا على ارض الواقع في التدريب سوق الشغل. قبل التدريب كان نزلنا على أرض الواقع، كانت فترة تدريبية بعدها هي فترة معينة وقصيرة جدا. منها كان عندنا الخيار أما أن نكون محامي مشتغل أو محامي غير مشتغل. طبعا نحن بعد التحدي والمغامرات اللي قضيناها كل السنوات هذه لابد أن نحطها، واخترت أني أكون محامي مشتغل. نزلنا على أرض الواقع، شفنا طبيعة العمل، شفنا طبيعة المهنة، كانت جدا جميلة، مراحل جدا صعبة ولكن الحمد لله قضيناها بروح التحدي والمغامرات. حتى اليوم أصبحنا من رواد المحامين، وطبعا أشكركم لاختياركم لي باختيارك قدوة ناجحة في مجالي. كنت بداية ممارستي للمحاماة
كنت مع أستاذ فهد عبد الله ضاعن. نعم. أنا وياه في نفس المكتب، حابة أوجه له تحية وشكر خاص له بصراحة، كنا فريق وتيم عمل جدا جميل وتيم قوي. نعم. كنا مجتهدين وكنا نتعلم من بعض بصراحة، لأنه كان سابقني في المجال هذا، أوجه له تحية خاصة له. وبعدها لله الحمد بعد التوافي رب العالمين اليوم أصبحت أملك مكتب باسمي خاص بك. نعم. وهذا شعور جدا جميل للمحامي اليوم أنه يمتلك مكتب خاص باسمه، وأنه يواجه كل المسؤوليات، وأنه يواجه نفسه، وأنه في تحديات جديدة ما مرت عليه. هذه التحديات والصعوبات في مجال المحاماة لو نذكرها، يعني كانت أصعب مراحلنا والمغامرات اللي قضيناها كمكتب، أنا بتكلم كصاحبة مكتب طبعا، كمحامين لحنا ما عندنا الدراية الكافية اللي بتكون من جهة الموكلين، من غير الأزمات اللي صابتنا الفترة الأخيرة، ومن غير أن صاروا الموكلين طبعا يشوفون أتعاب المحامي كبيرة، او انهم يشوفوا ايش يختارون الطرق الاسهل، في طرق ثانيه ممكن انهم يحلون مشاكلهم من غير مكاتب محاماه. بالنسبه للتحديات والمغامرات اللي واجهتنا في اثناء فتح المكتب، طبعا شيء مش سهل كان بالذات علي انا. كان تحدي كبير فتحته في فتره ممكن كان مثل ما نقول نحن السوق ميت او السوق ما في حركة كمحامين، أنا أتكلم. نعم. فتحت في فترة وجيزة ما يقارب يمكن في شهرين ونص، أنا كنت مكتفة الشغل حتى أني أصبحت صاحبة هذا المكتب اليوم، واجهت كثير من الصعاب. نعم. ما كان في تشجيع كبير طبعا بغض النظر عن الزملاء، وما كان في تشجيع أني أنا أفتح مكتب. نعم. لحالي صرت أتحدى، أنا قلت لا، أن أكيد هو تحدي حلو وهي مغامرة، أني أنا فتحت في فترة صعبة كانت وهي فترة كورونا، ففتحت مكتبي في فترة كورونا، هذا يمكن كان شيء تحدي صعب علي، ولكن الحمد لله الحمد لله تعديت هذه المرحلة وشفت أني أنا أكبر من هذا التحدي. كيف استطعتي حجز اسم من بين المحامات وكذلك يعني الحفاظ على هذا الاسم؟ ما هي الأسس والمعايير التي اتبعتها أستاذة؟ الأسس والمعايير التي اتبعتها أنا اليوم حسب أملك هذا المكتب هي إصراري على النجاح، إصراري الوصول لأكبر درجة من النجاح، وتحدياتي ومغامراتي اللي كانت صايرة معي أني ما كنت بس مركزة أني أنا محامي فقط. نعم. لا، خذيت دور كل موظف عندي في المكتب، خذيت المعرفة والدراية الكاملة على نظام كل موظف عندي في المكتب. ممكن في بعض المحامين عندنا ممكن أنه يمارس فقط مهنة المحاماة. نعم. أنا عندي حب الفضول، حب التحدي، حب المغامرات، وجدا حب الاطلاع، أحب أني دائما أعرف كل شيء في مكتبي، إنسانة دقيقة جدا، منظمة جدا، كل شيء يصير بأمري، كل شيء يصير تحت عيني. نعم. فعنايتي مثلا حق قضاياي تكون عناية تامة مني أنا قبل الموظفين. نعم، نتمنى لك التوفيق أستاذة. كذلك لو نتحدث عن تطور المرأة الإماراتية التي أصبحت في جميع المناصب في الدولة، ليس فقط يعني كانت تقتصر، لاحظنا في بداية كلامك أنه العائلة في الأول كان اتجاهك على دراسة معينة، لكن فرضت رأيك وغيرت هذا الرأي ودرست المحاماة التي كانت تقتصر فقط على الرجال. تطور المرأة الإماراتية الآن، لو نتحدث بصفتك امرأة إماراتية رائدة في مجال المحاماة وكذلك الاستشارات القانونية. طبعا اليوم المرأة الإماراتية أصبحت نموذجا ناجحا عربيا ودوليا وعالميا. نعم. شاركت في جميع القطاعات، بغض النظر عن القطاعات المتوفرة، مثلا عندنا مثل مجال التعليم، مجال التمريض، مجال التدريس، جميع المجالات اللي احنا بنتكلم، وهذا الفضل طبعا العائد الى امهاتنا نوجه لنا اول شيء تحيه خاصه. نعم. لهم امهاتنا يمكن كانن اميات ولكن انجبونا على ارض هذا الوطن، حتى اليوم اصبحنا رمزا او عنصرا مهم
في المجتمع وأسسنا دولة كبيرة اليوم مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، عنصر فعال، وهذا تطور المرأة الإماراتية. لو نتحدث في دولة الإمارات واختصاصك أستاذة كمحامية والاستشارات القانونية، دولة الإمارات تسعى إلى مواكبة والتطور التكنولوجي الحاصل السريع في تحديث قوانينها. لو نتحدث بصفة عامة عن القانون الإماراتي، تفضل. نعم، القانون الإماراتي اليوم الحديث، القانون الإماراتي أصبح اليوم أو وجد إشادة من جميع الدول بسبب أنه قام بشمل وضمن جميع حقوق الدفاع للأشخاص العاديين والاعتباريين. نعم. والجميع اليوم قدام القانون الإماراتي الكل سواسية. نعم. ما في عنصرية بين شخص وشخص. هذا سبب من أسباب نجاح القانون الإماراتي الحديث، ولكن بعد لم يغفل عن الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المستحدثة. قام بفصل جميع الجرائم أو المشاكل البسيطة كانت من الجرائم المستحدثة أو الجرائم الإلكترونية. نعم. فصل في صغيرها قبل كبيرها. نعم. كيف يسعى القانون الإماراتي لإحلال العدل والبت في العديد من القضايا حتى يضمن كل حد حقه ويضمن يعني الحقوق على حد أسوء؟ طبعا القانون الإماراتي سواء كان الحديث أو القانون السابق اللي كنا نحن ماشيين عليه في دولتنا، قانون استنتج من حياة الشيخ زايد رحمه الله. كانت على أيامه العدل والمساواة، من ناحية أنه كان ما يفرق بين أي إنسان شو ما كان جنسه، شو ما كانت ديانته. نعم. من خلال هذا الشيء مشت الإمارات على نفس النهج هذا، أصبح حكامنا اليوم يمشون بعد على نفس نهج. نعم. والدهم رحمه الله. القانون الإماراتي اليوم قانون مرن وقانون شامل. نعم. وعادل وكامل، لأنه يتميز بوشاح التسامح. نعم. الذي تسامح جميع الأشخاص إن كان بجنسياتهم أو بمختلف أديانهم. نعم. حتى أن أصبحنا اليوم دولة مستقرة، أكثر أماناً وأكثر راحة، وهذا كله بفضل القانون الإماراتي الذي لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة وفصل في أمرها. أستاذة، لو نتحدث عن نوع القضايا التي تتعاملين معها وكيفية إدارتها، كذلك لو نتحدث عن تعاملكم مع قضايا شخصيات من جنسيات مختلفة. بالنسبة لقضايا المكتب، نفس ما ذكرت لكم أني أنا محامي عام غير مختص. يمكن أغلبية الزملاء عندي مختصين في أشياء معينة، لا، أن مكتبي مكتب متنوع وفي قضايا متنوعة، إن كانت أحوال نفس أو تجارية أو مدنية أو عمالية وإلى آخره. بالنسبة للموكلين، طبعا كل حد له نوعية معينة، وعلى المحامي أن يوسع شوي ويطول من صبره. اليوم عندنا مثلا موكلين يطلب على المحامي مثلا مثل ما نقول نحن النجاة، أن داخل على محامي يا داخل يا تعطيني براءة، يا تأخذ لي حقوقي، يا تأخذ لي. نعم صح، المحامي عليه أن يجتهد، أن يبذل جهده في كل ما يملك. نعم صح، ولكن النتيجة غير مضمونة 100%. يمكن اليوم في مكاتب من المحاماة، اعذروني شوي على هذه الكلمة، مكاتب المحاماة يدخل عندها الموكل أول ما يعطونه الاستشارة يعطونه الاطمئنان التام. نعم صحيح، عقد اطمئنان التام، ولكن مش 100%. لأن نتيجة مثل ما نقول نتيجة القضية هذه تعاود للقاضي وحكم القاضي. ني اليوم مثلا نحن نبريح الموكل، نعم نريحه، نمتص غضبه، نوصله لكامل وغاية الراحة ونطمنه، لكن أن ما نعشمه في حل القضية 100%. هذا كله راجع لرب العالمين وللحكم. كذلك تطور المحامي من خلال البحوث، الدراسات، تبادل الخبرات، كيف ترين ذلك؟ يساعد المحامي كذلك على تطوير مجال عمله وحتى لا تغيب عنه ربما حيثية بسيطة في أي قضية معينة. نعم، القانون بحر ولابد من الدراسة المتجددة والمستمرة. قوانيننا مستحدثة،
يعني ما بين يمكن 3-4 سنوات نحن ينزل لنا قانون جديد، او بعد ممكن على حسب المشكلة اللي طايحة في المجتمع يصير القانون متجدد بالأشهر مش لازم بالسنوات. نعم. كسب الخبرة من زملائنا السابقين هذا شيء جدا مهم. خبراتنا لابد انها تتطور، فكرنا لابد انها متجدد دائما، معلوماتنا جدا لازم تكون متجددة، ولازم على كل محامي ان يكون مثابر في تجديد أفكاره، في تجديد تعامله مع كل الموكلين. لو نتحدث عن طموحاتك في مستقبل المحاماة بعد بعد هذا المشروع. طموحاتي طبعا كمحامية مريم عبيد البلوشي اليوم طموحاتي يمكن شوي تكون كبيرة، ولكن مش مستحيلة. دام موجودة روح التحدي وروح المغامرات، مثل ما تحديت نفسي اني راح املك في يوم من الايام هذا المكتب، نعم راح اكمل في تحدياتي وطموحاتي. راح نوسع في مكاتبنا وافرعنا بعدها، وإن شاء الله بعد عمر طويل راح أقدم على دورة القضاء إن شاء الله، وراح أكون إن شاء الله بإذن الله إذا الله كتب قاضية. راح نسجل معك كذا كمان لما تكوني قاضية. نتمنى لك التوفيق. أستاذة لو نتحدث في البداية، تحدثي عن العائلة ودور العائلة في مساعدتك، الآن نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدتها ودعمها للمرأة على وجه المساواة كذلك مع الرجل، لا ننسى الرجل، لكن اليوم نتحدث عن مرأة رائدة في عالم المحاماة. شفنا كذلك المرأة رائدة في الحكومة، رائدة في عالم الفضاء وفي مختلف المجالات التي مثل ما ذكرت لا كانت تقتصر في قديم الزمان عن الرجال. دعم دولة الإمارات لك. نعم، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة دعم جدا قوي وجدا كبير، طبعا دعم مستمر لا يقف. شو من أعمار متفاوتة، شو ما كانت المرأة أو إن كانت طفلة، نقدر اليوم نقول أن الدعم الكبير من دولة الإمارات من تكون أصلا طفلة حتى أن تكبر وتبلغ في العمر حتى أن تصل إلى أعلى المراتب، إلى وصلت إلى المساواة بين الرجل والمرأة في دولة الإمارات. وصلت اليوم إلى نفس ما ذكرت سابقا، وصلت إلى جميع القطاعات، وصلت أنها بعد ممكن تكون صعبة علينا نحن كمجتمع عربي، وكعادات وتقاليد دولة الإمارات وصلت طائرة. أصبحت امرأة الإمارات اليوم إحدى طائرات الحربية. فالدعم اللي دعمته دولة الإمارات للمرأة كان دعم اجتماعي، كان دعم دراسي، كان دعم مادي، أيا كان من الأنواع مختلفة من الدعم كانت موفرت لنا دولة الإمارات، ولها الفضل الكبير اليوم لوصول المرأة الإماراتية لجميع الدول وللعالم ككل. نعم، رسالتك أستاذة لبقية الشباب الواعد والمغامر مثل ما ذكرتي الذي يطمح إلى بعث مشاريع، وهناك من يعرقل ربما يحبط، هناك ناس تحبط هؤلاء الشباب، لكن رسالتك بما أنك غامرتي وبعثتي هذا المشروع، رسالة للشباب الذين يودون فتح مشاريع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تفضل. رسالتي اليوم لجميع الشباب سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال، حب المغامرة دائما لازم يكون موجود، وحب التحدي دائما يكون موجود. طبعا نحن في دولة اليوم لا مستحيل، دولة مميزة جدا ومتاحة الفرصة للجميع، وأيضا السوق للجميع. أهم شيء لا تخلون حد يكسر مياديفكم، ولا تتنازلون عن أي طموح أنتم حابين توصلونه، الإصرار جدا مهم. إذا أصريت على شيء راح تنجح، إذا تحديت نفسك راح تنجح، إذا تحديت العالم راح تكون اسمك اليوم كاسم منافس للجميع. وشكرا لكم. رسالة شكر لقادة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة وما تتيحه من فرص للنجاح وتحقيق كافة الأحلام في كافة المجالات. يعجز اللسان عن شكرهم فيما يقدمونه لنا في هذه الدولة وعلى أرض هذا الوطن.
سائلنا رب العرش العظيم أن يحفظهم جميعا دائما وأبدا، وأن يجعلهم سندا وذخرا لنا دائما يا رب. ونقول لهم في ختام حديثنا: عهدا علينا لم ولن نخون عهودكم، سنكون في الظلمات نورا مبصرا، ونكون للأرواح عينا ساهرة، وعيوننا للنوم أبدا لن ترى. شكرا لكم. شكرا لك يا أستاذة، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في عملك. شكرا لكم، أسعدتونا ونورتونا اليوم، باركتونا مكتبنا، وإن شاء الله نشوفكم على بشكل مستمر إن شاء الله. شكرا لك، وشكرا مشاهدينا على مشاهدة هذه الحلقة المميزة لاستضافتنا للضيفة المميزة ولؤلؤة الإمارات المحامية مريم عبيد البلوشي. انتظرونا في قادم الحلقات مع لؤلؤة جديدة وإماراتية الهوى، تبدع وتتألق وتتميز لتكون نموذج يحتذى به في كافة الدول وكذلك محليا. تابعونا. دبي تعطيك أمان، وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه أبوي زايد، ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. I'm